الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي من الرباط عبر الهاتف، أشرتم في سياق هذا النقاش أستاذ منار إلى بعض مسارات التهريب الدولي للمخدرات، هل لمستم من خلال متابعتكم تغييرا في هذه المسارات مقارنة مع السابق؟ أولا اليوم هناك تفكير في الجريمة المنظمة ببعد يمكن أن نقول جغرافي. الموطن هو أمريكا اللاتينية، ولكن لماذا وقع التحول؟ وقع تحول داخل تنظيمات أمريكا اللاتينية لما أغلقت الممرات نحو أمريكا الشمالية، وهنا بات البحث عن طريق جديد نحو إفريقيا، بمعنى الممر نحو أوروبا يمر عبر إفريقيا. وهنا أذكر فقط بالطائرة التي كانت قد سقطت في شمال مالي وكانت تحمل كوكايين، هي طائرة كانت قادمة من فنزويلا نحو غرب إفريقيا، هذا تحول. أكثر من ذلك أنه منذ 2003 كانت هناك توصية صادرة على الكونغرس الأمريكي تنبه إلى أن الخطر، خطر هذا التجار الدولي في المخدرات، هذه الشبكات انتقلت إلى غرب إفريقيا، بل أكثر من ذلك تتحدث عن اقتصاد تهريب المخدرات، بمعنى أنه كاين تحول في هذه المنطقة خطير، وهذا ما يشرح هذه الحرب التي قلت بأنه يخوضها المغرب. الطرق، هناك التقارير التي تقدم، قلت سبعة اتجاهات نحو سواحل غرب إفريقيا، وهذه سبعة اتجاهات هي تتفرع نحو شمال إفريقيا، ومنها هذا الطريق الذي هو الذي يمكن أن نفسر به مثلا ما وقع اليوم. أتحدث عن ضبط هذه الأشخاص في شمال الشرقي لطنطان، فهو مرتبط بهذا الطريق الذي هو نوادب نحو شمال الجزائر، طريق يمتد على مساحة تقريبا، الطريق يمتد على طول 3350 كيلومتر، وواضح أنه يمتد على الحدود المغربية، لهذا نشرح هذا الخطر. هناك تحول، ولكن لما نتحدث عالميا هناك تحول عالمي على مستوى الجريمة. الآن موطن الجريمة هو موجود في غرب إفريقيا في منطقة الساحل والصحراء، والخطير أكثر يوم وهو الالتقاء الذي وقع بين ثلاث أنواع من التنظيمات، تنظيمات الشبكة التي نحدها شبكة جريمة المنظمة، ثم نتحدث عن التهريب الدولي للمخدرات، ونتحدث أيضا عن الجماعات الإرهابية. كل هناك نوع من تبادل المعلومات بينهما، وهنا أشير بأنه اليوم أجهزة العالم كلها تعتمد على المعلومة، بمعنى القدرة على الوصول إلى المعلومة والقدرة على التحرك في الوقت بدقة تجنب الخطر. ولاحظنا هنا مثلا بأنه المغرب يتعاون على المستوى الدولي ويمتلك مجموعة كبيرة من المعلومات، وهذه المعلومات هي التي قادت اليوم إلى الوصول إلى هذه الشبكة الخطيرة جدا، التي فيها تحول على مستوى الأسلوب الإجرامي، وتحول على مستوى المسالك الجغرافية، وأيضا تحول يمكن أن نقول على مسألة المسار. لماذا؟ لأنه يمكن أن نقول بأن التهديدات التي كان يشير إليها المغرب، تهديدات أمنية عابرة للحدود، محاولات عبور خط دفاع، هي تقع اليوم. ولكن دعني هنا أوضح بأن المسالك هي تتغير، لاحظنا مسالك على المحيط الأطلسي، مسالك تحاول أن تخترق الحدود مثلا من بعض الممرات، دائما هناك مسالك تتغير، استراتيجية تتغير بالنسبة للشبكات، ولكن هناك استراتيجية التصدي والاستباق ناجحة بالنسبة للأمن المغربي.